نظام لتصريف المياه المبتذلة، نظام تهوئة جيد، نظام تبريد لتخزين النفايات الخطرة والمعدية. إذا مدة التخزين رح تتعدل 24 ساعة. توزن النفايات قبل ترحيلها أو معالجتها بحال نقلها للمعالجة خارج المؤسسة الصحية. تنقل بالمستوعبات المخصصة لها بشاحنات مخصصة ومرخصة لنقل هالنوع من النفايات. لازم تعقيم المصعد المستخدم لنقل النفايات بعد ما نخلص عملية النقل. بيتعقم من برا لجوا ومن فوق لتحت. نستعمل مواد التعقيم المعتمدة بالمستشفى ومنطبق بدقة إرشادات الاستعمال. منبلش تنظيف الجزء الداخلي ابتداء من باب المصعد ومن فوق لتحت. نطوي الفوطة على نفسها بشكل يعطينا 4 جوانب مختلفين، وعند كل مرحلة منستعمل جانب جديد من الفوطة. من بعد ما نستخدم أول 4 جوانب بنرجع منطوي الفوطة لتظهر لنا تاني ميلة ويصير عنا 4 جوانب نضاف. وطبعا بس نستعمل كل الجوانب بنستبدل الفوطة بوحدة تانية نضيفة. بعد ما ننظف الجزء الأعلى نتذكر ننظف المسكة المعدنية ومننتقل للجزء الأسفل. ضروري نكون هالقد منظمين تما نترك أي مساحة بدون تنظيف. قبل آخر مرحلة هي تنظيف النعلة، وطبعا آخر شي تمسيح الأرض. لازم تعقيم عربات نقل النفايات ومستوعبات النفايات بشكل دوري. أولاً لازم تحضير مياه التعقيم بحسب الإرشادات المخصصة لها. في حال لازم تنمزج بالماء لازم اعتماد النسب المنوه عنها بإجراءات استعمال هالمادة. لازم العامل يلبس وسائل الحماية الشخصية المناسبة قبل البدء بعملية التعقيم. بتتم عملية التعقيم من الخارج للداخل ومن فوق لتحت. ممكن استخدام فرشاية مخصصة أو سفنجة. بعد فرك المستوعب أو العربة بنتركه منقوع بمادة التعقيم لثلاث دقايق أو أكثر بحسب إرشادات استعمال مادة التعقيم. بعد ما تخلص فترة النقع منرشه بماء تحت ضغط عالي. آخر شي منفضي المي فوق المصرف الموجود بغرفة الغسيل. للاستجابة لحادث انسكاب دم أو أي مواد ممكن تحمل خطر العدوى لازم البدء بتحديد وعزل منطقة الانسكاب لمنع الناس من الاقتراب. في حال كمية الانسكاب كبيرة يعني قطرة أكثر من 20 سنتيمتر منلبس مريول فوق تياب الشغل وبعدين أغطية الحذاء وكفوف إضافية. بتم تحضير فوط وكيس أصفر. تستخدم الفوط لامتصاص كمية كبيرة من الدم المنسكب وترمى بعدين بالكيس الأصفر. منغطي كل مساحة الانسكاب بالفوط.
منشلح الكف الإضافي اللي كان سبق ولبسناه ومنكبه بالكيس الأصفر. منرش منطقة الانسكاب بالمواد المعقمة ومنتركها لمدة 3 دقايق أو أكثر حسب إرشادات استعمال المادة. بعدين مننظف المنطقة بفوة تنظيفة وبترمى بالكيس الأصفر. بعد ما نخلص نتخلص من معدات الحماية الشخصية بالكيس الأصفر. تجدر الإشارة أنه في عدة طرق للتعامل مع هالنوع من الانسكابات، مثل استخدام معدات جاهزة تحتوي على مواد كيماوية لتحويل الدم إلى مادة صلبة ممكن إزالتها عبر استخدام مكنسة ومجرود مخصص، ولكن تم اعتماد هالطريقة بهالفين لأن الأسهل والأقل كلفة. مننظف إيدينا منيح قبل ما نلبس كفوف جديد مثل ما سبق وذكرنا. منسكر الكيس منيح، منكبه بعربة النقل ومنمسح الأرض. بعد الانتهاء من تنظيف الانسكاب لازم نغسل إيدينا ونعبي استمارة خاصة بالتبليغ عن الحوادث لتوثيق الحادثة ومعرفة أسبابها وكيفية الاستجابة إلها. للاستجابة لحادث انسكاب الزيبق من جراء كسر ميزان حرارة بيحتوي على الزيبق، لازم أول شي نخلي الغرفة من المرضى والزوار والعاملين ونطفي جهاز التهوئة ونستدعي الشخص المختص. قبل البدء بالتعامل مع الحادثة لازم نلبس وسائل الحماية الشخصية اللازمة، كفوف، مريول، أغطية الأحذية، عوينات واقية وأقنعة التنفس المخصصة. ممكن استخدام فانوس للإضاءة على مكان الانسكاب وتحديد موقع حبيبات الزيبق المنتشرة. أول شي لازم نهوي الغرفة عبر فتح النوافذ الخارجية. بعدين منسكر باب الحمام، منشيل قطع الإزاز بواسطة ملقط، منحط قطع الإزاز بمستوعب صغير وقاسي وبيتسكر بشكل محكم. بيتم استخدام كيس أحمر بيحمل إشارة نفايات خطرة غير معدية للتخلص من نفايات تنظيف الانسكاب. بعد التخلص من الإزاز منبلش بجمع الزيبق، ويمكن استخدام عدة طرق، منها استخدام حقنة لشفط البقع الكبيرة أو أوراق سميكة لاحتواء الأجزاء الأصغر. بتم وضع الزيبق بمستوعب بلاستيك قاسي وبسكر منيح وبيحتوي على كمية من المي لمنع تبخر الزيبق، ويمكن استخدام شريط لاصق للبقايا الصغيرة الحجم. بيتم التخلص من معدات الحماية الشخصية المستخدمة للاستجابة للانسكاب بالكيس الأحمر المخصص إلها، ما عدا العوينات الواقية وأقنعة التنفس المخصصة يلي يمكن إعادة استعمالها. وأخيراً بعد ما تكون تهوت الغرفة منيح بتم تمسيح الأرض. بعد ما نخلص تنظيف الانسكاب لازم نغسل إيدينا ونعبي الاستمارة الخاصة بالتبليغ عن الحوادث لتوثيق الحادثة ومعرفة أسبابها وكيفية الاستجابة إلها. توصل النفايات الطبية الخطرة والمعدية بالمستوعبات لمركز المعالجة المرخص ليتم تعقيمها.
بتم تلقيم آلة التعقيم بكمية النفايات الخطرة والمعدية المناسبة. بتم تعقيم النفايات وفقاً لبرنامج مخصص بيعتمد على درجة حرارة معينة وضغط محدد ومدة محددة. آلة التعقيم المبينة بهالفين بتفرم النفايات قبل ما تعقمها. بعد إتمام برنامج الفرم والتعقيم بيفتح الغطاء السفلي للآلة لإفراغ النفايات المعقمة بعربية مخصصة لإلها. بعد تبريد النفايات المعقمة بتم تعبيتها بكياس سوداء تحمل رمز نفايات طبية معقمة. أما بالنسبة لأنواع نفايات المؤسسات الصحية المتبقية نظراً لعدم توفر البنى التحتية اللازمة لمعالجتها والتخلص النهائي منها على الصعيد الوطني، يرجى الالتزام بالإجراءات التالية: جمع نفايات الأعضاء والأجزاء التشريحية بعد غسلها من مادة الفورمالديهايد وبتم إرسالها للدفن. تخزين النفايات الخطرة والنفايات اللي بتحتاج لإدارة خاصة مثل الأدوية المنتهية الصلاحية، نفايات المواد المضادة لنمو السرطان، نفايات الكيميائية ونفايات الزئبق بشكل مؤقت بغرف تخزين مجهزة لهالغرض بانتظار الترحيل عبر اتفاقية بازل أو لحين إيجاد حل على المستوى الوطني.